خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان، جيتكم فيديو خفيف ظريف. هنا الاخوان، هذا تخليطه اللي يكون تخليطه اللي تندير بالنسبه للخروف ديال العيد ان شاء الله، اللي موجود العيد اللهم يسير. هنا الاخوان، السكاليم، هذا ثلاثه ديال النوع ديال السكاليم، علف مركب، وهذا الاخوان جوده عاليه اللهم يسير. بالنسبه للناس غادي تسولني تقول لي شنو النوع اللي تدير، وهذه غادي يعني كل واحد فاش يرتاح. انا تنرتاح في هذا الاحمر ديال اقسام اللهم يسير، خاتي فيه شويه ديال الاشهار بالنسبه للشركه، ولكن ما ماشي مشكل، تستاهلوا كل خير. تنخلطوا، تنديروا، نقسموا على ثلاثه، ثلاثة ديال النوع. كاين هذا ديال الحولي العادي، كاين هذا الام 2، وكاين هذا الام 5 الفينيسيون. بحكم خرفان تيرعاو في الربيع الحمد لله، يعني مازال الحمد لله حنا القضيه عندنا مخضره شويه، يعني تندير لهم ثلاثه ديال النوع، تنزيدو النخاله والشعير. المهم خليكم معنا. بالنسبه للاخوان، انا راني عابر على النخالة، عندي ثلاثة ديال الكاميلات ديال النخالة باش غادي نخويو هذا. عندي ثلاثة ديال الكاميلات. بالنسبة للطاسة الإخوان، أنا عابرة فيها تقريبا كيلو، فيها كيلو ديال العلف المركب، يعني هنا دابا الإخوان يعني درت تقريبا ثلاثة ديال الكاميلات في كل نوع، ودرت ثلاثة ديال النخالة. وبالنسبة للشعير غادي نزيد تقريبا ستة ديال الشعير. هذا الإخوان بالنسبة لهذا الشعير، هذا الشعير ديال البلاد، يعني واخا موسخ هو فيه شوية ديال المهم صالح للعلف، الشعير مخلط مع الحب. المهم الشعير دابا راه مفتقد عندنا الشعير كاع، راه ما كاينش شعير البلدي، ما تلقاهش حيت كاع. المهم غادي ندير ستة ديال الكاميلات من هاد الشعير. الاخوان ما كاينش شي كميه ديال العلف اللي كبيره، باش غادي نديرو شي تروينه اللي تكون كبيره ان شاء الله، فاش غادي الناس تكون شي تروينه كبيره ان شاء الله راه غادي نشاركها معكم. غادي دابا حنا راه بينا تقريبا شي سيمانه باش بديناها، نخلطو لهم غير يركا غير في البانيو، وتنعطيهم تقريبا دابا غاتيرعاو و تيعرفو، تندير لهم ثلاثة في الكيلو، هادشي تقريبا بالعبار نيت بالكيلو، ثلاثة في الكيلو، يعني بالنسبة مع الربيع راه تبارك الله راه شادين راسهم. تتخلطها تبارك الله، راه انت كتشوفو راه خلطة تبارك الله مزيانة، فيها الشعير بلدي، فيها السكاليم، علف مركب، وفيها النخالة. النخالة ضرورية مع حساب تياكل الخضورة،
مزيانة، نجمع لهم شوية الكرش. هنا الإخوان، هنا راكم لاحظتوا معنا فاش خلطنا هذه، هنا راكم ديجا خلطت هذه فيها تقريبا نفس العبار اللي درت في هذيك، ثلاثة ديال الحولي أكنوعيد، وثلاثة ديال إم دو، وثلاثة ديال الفينيسيون إم سانك، وستة ديال الشعير، وثلاثة ديال النخالة. يعني فاش خلطت هذه قررت أنني بغيت نشارك معكم، وخلطت شاركت معكم هذه، يعني داكشي العبار اللي في هذه هو اللي في هذه. المهم الإخوان، الحمد لله راه شاركنا معكم التخليطة اللي تنديرو، مدخلناش عليكم، هي هذه. الحمد لله الدنيا عندنا حنا مازال مخضراش، هي الكتيبة مازال لا تتغيس، مازال لا تتكرر يعني مزيان. وغادي نشاركها معكم إن شاء الله وتشوفوها تتحلى، اللهم يسر. تحياتي للجميع، أخوكم راعي الغنم بأطلس المتوسط يحييكم من مدينة أزرق، تحياتي للجميع. تبارك الله الإخوة، كما تتشوفوا تبارك الله راه الدنيا مازال مخضرة الحمد لله، اللهم يسر. نتمنى الإخوان يعجبكم الفيديو، بالنسبة للناس اللي دخلوا جداد مرحبا بهم وألف مرحبا. يعني هذه الإخوان تخليطة صالحة بالنسبة للغمليسات تعلف وتسرح، يعني ننصح أي واحد دابا اللي مازال عنده ما يتكل، يعني ينقص شوية الصاير باش من دابا وغادي ما العلف غالي، السيكالي مرا تقريبا كامل وفايت 5 دراهم، هذاك فايت 5 دراهم الكيلو، الشعير تا هو راه فايت 5 دراهم. ونتمنى الاخوان يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تفعلوا معنا في القناه، تحياتي للجميع. واحد 15 يوم ولا على ماكسيم ان شاء الله تشد راسها وتبان مزيان، غادي نحط لكم شي فيديو. بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو على حساب العيد مرحبا والف مرحبا، اللهم يسر.